دور الاسره، وانت بتقول لي دور اسرتي كان دور مهم جدا في بدايه مشواري، وقت التعثر، وقت ما بنجح، دور الاب، دور الام، دور يعني اخواتي، كابتن كمال والصور. ده صاحبي ده. صاحبك. صاحبي مش بابايا. بتستشيره في كل حاجه. لا مش بابايا خالص. خلي بالك انا هقول لك برضو مش سر، كابتن كمال عبد الواحد يعتبر من الناس اللي ربوني جوه النادي الاهلي، وكان مدربي سنين كتيره وانا ولد صغير داخل قطاع الناشئين في النادي الاهلي. عارف، قال لي كل الكلام ده. يعني هو انتيمي، مش بابايا حتى، مش هقول صاحبي، لا انتيمي. انا بستشيره في اي حاجه، اي حاجه في حياتي قبل ما اتخطاه، يعني ما بتخطاهوش خالص، قبل اي قرار باخده لازم ارجع له، برجع له ونتناقش كل حاجه. بس هو حاجه والبركه بقى في الاخر. الوالده لازم يا لا 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 خلاص، مش بناقشها. هي بتبقى شايفه لي الاصلح وشايفه لي الصح. فاختي بقى هي ممكن تستشير الوالده في قرارات في الكوره، ولا هي دايما بتدعي لك وتسيبك انت تاخد القرار؟ في الكوره دايما هي دايما بتقول لي ربنا يا ابني يعمل لك الصالح. هي ما يعني هي دعوه الكوره بتبقاش ما لهاش في الكوره كويس قوي. لكن هو بابا يعني وكل حاجه. وعمري ما يعني الحمد لله عمري في حياتي ما استشرته في اي حاجه، وكان يعني قراره مش صائب، دايما موافق في قراراته معايا، حتى لو هقابل شويه عواقب في الموضوع في الاول. لكن الموضوع بيبقى الحمد لله كالبراق يعني. تمام.